بسم الله الرحمن الرحيم، قل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. صدق الله العظيم. سعادة الرئيس، الأخوة الزملاء والزميلات المحترمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنني أجد نفسي اليوم أصدع لأمر هذا المجلس الكريم واحتكم إلى ضمائركم. إنني لم أقصد يا سعادة الرئيس اتجاهكم أي إساءة فيما سبق، ولا أرضى أن أسيء إلى معالي رئيس هذا المجلس سعادة عاطف الطراونة الذي أعرفه كبيرا، ولازلت أعرفه حليما، ولست أعرفه شجاعا أيضا. لقد استخدمت تعبيرا، ولربما هذا التعبير استغل في غير مراميه، وربما حمل بأكثر مما يحتمل، وإنما قصدت منه عتابا إلى الرئاسة الجليلة. أشهد الرئاسة وأشهد الزملاء الكرام أنني لم أخطأ بحق أي منكم خلال العامين الذين انصرما، وخلال ما تعاملت فيه مع كل زملاء الكرام. أرجو اعتبار هذه الكلمات بمثابة اعتذار إلى معالي الرئيس الكبير عاطف الطراونة، وأكرر اعتذاري أيضا للمجلس الكريم، وأنني لأرضى في قرار اللجنة الموقرة وأحترمها، وأنني أيضا أقول حفاظا على وحدة صف هذا المجلس وعلى هيبته ومنعته، فإنني لا أحوجكم للتصويت علي وأرضى بما رضيت به اللجنة، وأشكركم يا معالي الرئيس. وكما تفضل أبو فيصل بأن هيبة الرئيس من هيبة المجلس، وهيبة المجلس من هيبة الرئيس، وأن هذا الحدث البسيط أو الحادثة يجب أن تعطينا مزيدا من الدفاع عن النظام الداخلي لمجلس النواب، لأنه كما وصفتموها وأنا ما عندي أدنى شك، وأنا يمكن أكون واحد منكم بهذا الجانب، بأن هيبتنا جميعا من هيبة هذه المؤسسة العريقة التي يجب أن تبقى متجذرة وشامخة، وننأى بها عن كل الشبهات. فأنا باسمكم جميعا أعتذر من اللجنة الموقرة، وأن نصبح وكأن شيئا لم يكن، ويبقى الزميل عضوا في مجلس النواب، ولكن يجب أن تكون هي المرجعية لنا هذه الانطلاقة، بأن نذهب إلى احترام مؤسستنا اللي منها نجل ونعتذر.